الحديث على أن البرلمان استجاب لملاحظات نقابة الصحفيين ومجلس الدولة على قانون تنظيم الصحافة والإعلام كلام ليس في محله. واقع الأمر أن ما زالت مواد القانون تقيد العمل الصحفي وتحاصر استقلال الصحافة وحرية الرأي والتعبير. المواد رقم 4 و5 و19 في قانون المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام أعطت صلاحيات مطلقة لهذا المجلس يستطيع من خلالها الحجب والحظر ومنع التداول ومنع الطبع، وهو ما يجعل منه حقيقة الأمر رقيب وصاحب سلطة عليا على كل المنصات الإعلامية بما فيها المواقع الشخصية ومواقع التواصل الاجتماعي. افترض أنها مؤسسات مستقلة، الهيئة الوطنية لتنظيم الصحافة والإعلام يتم اختيار أعضائها أو معظم أعضائها من خلال السلطة التنفيذية، أصبح رئيسها الذي يعينه رئيس الجمهورية هو رئيس الجمعية العمومية لكل المؤسسات القومية. أصبحت عضوية الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية في يد الهيئة الوطنية. أصبحت سلطة الإلغاء والدمج للمؤسسات القومية الصحفية من سلطة الهيئة الوطنية للصحافة، وبالتالي اعتراضنا على هذه المواد وعلى مواد الحبس الاحتياطي الذي عاد في القانون في نسخته الجديدة، وعلى النص الخاص بمنع مزاولة أو ممارسة المهنة إلا بعد الحصول على إذن من الجهة المختصة. كل هذا يدفعنا إلى رفض القانون بمجمله. كل ما قيل عن تعديلات حقيقية حصلت على القانون الحقيقة إن ده كلام مش حقيقي وكلام فيه تحايل. كل التعديلات اللي حصلت على القانون هي تعديلات صورية ولا تمس جوهر القانون، تحديدا في المواد 4 و5 و19 الخاصة بالحريات اللي مليئه بالكلمات المطاطه ويعني الغير مفهومه وغير محدده بمعنى واضح. طبعا الماده 29 اللي هي حتى الماده اللي بتتكلم عن الحبس الاحتياطي رغم ما قيل وتم تصديره من ان تم الغاء الحبس الاحتياطي، ده الحقيقه احنا شايفينه مش صحيح، لان الماده الجديده خلت الحبس الاحتياطي جوازي للنيابه العامه انها تستخدمه أو ما تستخدموش. فعليا الحبس الاحتياطي في قضايا النشر موجود في القانون الجديد. كل المواد الخاصة بالصحف القومية اللي كان في اعتراضات عليها واللي احنا شفنا انها هتضر وتدمر المؤسسات القومية فيما يتعلق بالإلغاء والدمج وغيره باقية زي ما هي. كنت بتكلم مع النقيب في مسألة البيان الرافض، يعني انا كنت واحد من الستة اللي هم يعني قلنا ان مجلس النواب لم يستجيب بالدرجة المطلوبة اللي احنا عاوزينه لتعديل بعض المواد. كان رد النقيب قال لا، معظم المواد دي فعلا تم الاستجابة ليها. كنت بتكلم معاه في قصة الجمعية العمومية، بتكلم معاه في مجلس الإدارة، بتكلم معاه في مسألة المد الوجوبي للسن بعد 60، كنت بتكلم معاه في مسألة الحبس الاحتياطي. اتكلم في ان لا، يعني معظم المواد دي تم التغيير فيها وتم الاستجابه لحاجات رئيسيه فيها. يعني اتكلم في ان الجمعيه العموميه مثلا رئيس الهيئه الوطنيه تم اقراره ان هو هيبقى رئيس الجمعيه العموميه، لكن تم تغيير نسبه الصحفيين داخل الماده. التشكيل النهائي في الجمعيه العموميه هيدخل عليه صحفيين من داخل او خارج المؤسسه فيما يخص التشكيله كلها على بعض. في الحقيقة قلت له عاوزين نعرف آخر صيغة لآخر تعديلات تمت على الملاحظات اللي احنا قدمناها لمجلس النواب.